انطلقنا من الموصل إلى قضاء الحمدانية لتصوير آخر النساجين على آلة الجومة في العراق. والجومة آلة خشبية تصنع يدويا وتستخدم للنسج والحياكة. يعمل عليها العم زكريا منذ 60 عاما، فقد بدأت حكايته معها منذ نعومة أظافره وحتى اشتعل رأسه شيبا. آخر واحد ماكو، حتى بغداد ماكو، حتى أي دول ماكو. من عمرك 10 سنين تشتغل؟ ايوه لا 10، مو لحد الان. هاي كلها بسط مال عرب مال ديوان مال فلان، عندي تقريبا 30 واحد. خيط تلو الاخر تجره هذه الايادي المتعبه، ولا مجال للخطأ. ضربة تلو الاخرى تجمع الخيوط مثلما جمع الدهر المصاعب على هذه الملامح المتعبة. حكاية العم زكريا مع الجومة تحكي تاريخ إرث تراثي قد يختفي بعد مدة من الزمن. لأن لها صبر، لأن لها خلق، لأن لها فكر، لأن لها غلطة واحدة كل شيء. طبعا يختلف كله، لازم تهلش كله، هذا كله هذا 4 هنا خيط، خيط هم يجي واحد خالي بيجي خيط، وهذه يجي خيط، وهذه يجي خيط، وهذه يجي خيط، وكله يتدخل هنا 2 2، فالغلطة وحدة تخربط. داخل هذه الغرفة الصغيرة ومع رفيقة دربه يعمل العم زكريا لساعات طويلة من أجل إنتاج قطعة واحدة، ولا يبحث في إنتاجه عن المال بقدر تعلقه بالنسج والحياكة. فقد فارق العم زكريا رفيقته لعدة سنوات وعاد بعد تحرير القضاء إليها، لتعود يداه تحيكان السجاد والشالات والمطارح العربية التي تعد من أجود ما ينتج في الأسواق. كل شيء تبرزه هي منتج، يعني منتج أصلي، ما عنده فرد شيء تغليط، لا كل شغلها أصلي. أبرز الأشياء اللي تنسجوها هسه حاليا بس على الشال، بساط عندي منتوج هسه. كنا نسوي سجاد مال الإسلام هم قبل ما هم ماكو طلب. يحدثنا عن عمله ويقول: لا أستطيع تركه، فهذه مهنة الآباء والأجداد، تذكرني الجومة بكل شيء قد مضى، ولا أستطيع الاستغناء عنها حتى ينقضي العمر. من قضاء الحمدانية، محمود الجماس، قناة التغيير.